بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشرف حسين، وهنكمل مع بعض دلوقتي مع الناس اللي في رسم به باستخدام السوليد وورك. احنا كنا عملنا فيديو في الأول كده عن البرنامج عموما وازاي هستخدمه في إن أنا أرسم بيه اللوحة العادية اللي كنت برسمها بالقلم والمسطرة التي والبرجل والكلام ده كله. اتكلمنا في الأدوات والحاجات دي، اتكلمنا في تولز يعني ازاي هستخدمها. فاحنا النهارده نطبق بقى على مثال مثلا من امثله الرسومات اللي عندنا دي. طبعا رسمه بسيطه جدا، فهنشوف هنرسمها ازاي مع بعض على السوليد ورك. طبعا بنفتح السوليد ورك بتظهر لنا القايمه دي، ندور على نيو ونروح نفتح دروينج زي ما اتفقنا. هيقول لي حدد مقاس اللوحه، هقول له مثلا وليكن A3. تمام. لو انا مجهز اللي اوت قدامي زي ما هو كده، انا بس كان ناقصني ان انا اروح اختار او اروح افتح قائمة اروح افتح قائمة اللاين ويت اللي كنت بغير منها، اجيب الخط الداش او الخط السوليد والكلام ده كله. فبفتح من فيو وبروح على تول بار واقول له والله اظهر لي اللاين فورمات. تمام. هيجيب لي اللاين فورمات هنا، ممكن اروح انا احطه هنا وليكن مثلا كده عشان يفضل قدامي طول ما انا شغال. بعد كده اروح للرسمه بتاعتنا. الرسمه بتاعتنا زي ما اتفقنا، انا برسم زي ما انا عايز، يعني برسم الترند بس بتاع الرسمه، المنظر بتاع الرسمه الخارجي كده، وبعد كده احط الاعواد زي ما انا عايز. فانا شايف الرسمه عامله حاجه كده 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 كده، يعني ده المنظر اللي قدامي، ده اللي انا فاهمه منها. خلاص هقوم جاي رايح على السوليد وورك وافتح دلوقتي سكتش وافتح لاين وابدا ارسم. والله هو الرسمه زي ما اتفقنا كانت عامله كده تقريبا وطالعه. وبعد كده جايب ميل ونكملها كده وليكن مثلا كده، وتقريبا قافله على الشكل وعامله كده لو انا فاكر يعني. هي حاجه تقريبا في المنظر ده كده. طيب الابعاد بقى، البعد ده 16. انا هكتب الابعاد اللي قدامي، ولو في حاجه مش باينه في الفيو ده هروح اجيبها من اي فيو تاني عادي. طيب هنا البعد ده 16 وده 13 وده توتال 25. خلاص يبقى انا هفتكر دول كده 16 13 25. يبقى اروح افتح سمارت دايمنشن اقول له والله اللاين ده انا كنت محتاجه 16، معلش انا نسيت 16 13 25. يبقى ده كده 16، ده كده 13، وده توتال كده من هنا لحد فوق خالص هقول له 25. تمام. الابعاد اللي ناقصه الابعاد بقى اللي هي الايه، الابعاد الافقيه. المفروض ان الحته دي من النقطه دي للنقطه دي على العدل كده اروح اسقطها من تحت، عليها كام؟ عليها هي ال10. يبقى دي كده 10، وبعد كده من النقطه دي او من اللاين ده لحد اللاين ده كده 30 اللي هو ده، يبقى كده 10 وكده 30. وبعد كده البعد كله من تحت 64، 64 يبقى 10 30 64 بكل بساطه. هروح افتح سمارت دايمنشن هقول له انا عايز من النقطه دي او من اللاين ده لحد النقطه دي 10، دي اول واحده كده. تمام. هزود بس عليها شويه. وبعد كده هقول له من هنا لحد اللاين ده، امسك بقى لاين، امسك نقطه، انا همسك لاين عشان يفتحهم لي زي ما هم. اقول له كام؟ 30. تمام. بعد كده اقول له بقى التوتال من هنا لحد الاخر خالص 64. الترتيب اللي حطتان بتاع الدايمنشن زي ما انا عملت كده بالظبط، اللي هو بحط الصغير الاول بعد كده بمشي وانا تصاعدي كده، يعني ما اروحش اقول له الاول من هنا لحد هنا 64. طب اقدر كانت الحته دي اصلا، كانت الحته دي اصلا 75، وانا بقول له من هنا لهنا 64، هقوم جاي اعمل لي ايه؟ هقوم جاي شادد لي دي كده جايبها لي هنا، يعمل لي منظر كده، يعمل لي كونفليكت اكنه مش يعني هو انا قلت له 64 وخلاص، هو ملوش دعوه بقى الباقي كان كام. فلا انا بمشي واحده واحده، بمشي من البعد الصغير وانا مكمل كده في الاتجاه ايه؟ في اتجاه الحاجات الابعاد الكبيره. تمام. طيب دي كده الابعاد، دي كده الرسمه اللي قدامنا. ناقص بس مين؟ الخط الداش. الخط الداش ده على بعد 22 من هنا. خلاص يبقى بكل بساطه هروح اقول له والله انا عايز لاين، اللاين ده احاول يعني انا هنا لقط لقط هو ايه، لقط الميد بوينت، لا ابعد عن الميد بوينت وليكن كده، عشان لما اجيب الدايمنشن يبقى الدايمنشن حر. انا لو لقطت الميد بوينت وقلت له انا عايز اعمل لاين عند الميد بوينت عمره ما هيبقى ايه، ما هيفتح لي الدايمنشن بتاعه، هيخليه دريفن زي ما احنا ايه شفنا المره اللي فاتت.
انما كده انا مسموح لي ان انا اغير الايه البعد زي ما انا عايز 22 خلاص. طيب اللاين ده بس، اللاين ده بس هنغير رايح اقول له ايه، ممكن اخلص بعد كده اغير كل الخطوط، بس لا انا هعمله دلوقتي. اقول له اللاين ده معلش خليه لي ايه من اللاين فورمات، خليه اللي هو الداشت، الداشت خلاص هو ما عندوش مشكله تمام. طيب يعني هو كده تقريبا الرسمه خلصت. انا كل اللي هعمله بقى اروح اعمل ايه، هسقط بقى الايه الابعاد التانيه، هسقط اسف الفيوهات التانيه خلاص. فانا هروح بقى امسك كده، هقوم جاي والله اقول له ايه، شايف الحته دي امشي لي كده مع امتدادها اهو، ده امتدادها اهو، اقول له ماشي تمام كمل لي، وروح لي مع امتداد اللاين اللي فوق ده اهو لقطه، اقول له حلو قوي كمل بقى وروح كده اهو، تعالى اقفل لي من هنا ماشي. بس قبل ما اروح اقفل كده وخلاص هقوم جاي طالع وعامل الكسره اللي كانت هناك اللي هي ماشيه كده ورايحه، رايحه ايوه رايحه لحد اللاين الداش ده، وطالعه كده سنه، كل ده من غير دايمنشن طبعا، وبعد كده قافله هنا خلاص. كل اللي انا عارفه ان الحته دي 12، الحته اللي في النص دي 12، وان الحته التوتال دي كام؟ 28. يبقى ببساطه اللي باقي من هنا الحته دي والحته دي هو عباره عن ال 28، لما تروح منها ال 12 مقسوم على الاثنين خلاص. طبعا انا مش هلف اللفه دي كلها، انا كل اللي هقول له ايه؟ هقول له يا باشا والله يعني بعد اذنك انا عايز دي 12، من هنا لهنا تبقى 12 خلاص. هيقول لي طيب تمام، هقول له في نفس الوقت انا عايز من هنا لهنا 28، هيقول لي برده تمام، بس مين بقى اللي يضمن ان دي قد دي؟ انت عندك حلين، يا اما تعمل ريليشن تقول له تمسك اللاين ده زي ما اتفقنا كنترول مع اللاين ده وتقول له ايه ايكوال، ايكوال يعني الاثنين يبقوا قد بعض، او انت تروح تعملها بعمليه حسابيه تقول له والله بص شايف اللاين ده امسكه كده عشان احط عليه بعد، هيقول لك طيب بعده كام؟ قول له انت معاك هنا في الكيبورد معاك آلة حاسبة، يعني ما تروحش تدور على آلة حاسبة، هتقول له والله بص هو عبارة عن ال 28، هقلب انجليزي بس، عبارة عن 28 ما تروح منها ال 12، الكلام ده كله تقسم على الاثنين صح كده؟ انتر، الراجل اتصرف وظبطها لك خلاص. يعني انا دلوقتي لو رحت قلت له انا عايز البعد ده يقول لي بقى خد بالك بقى ما ده اصلا 8، اقول له طب ماشي انا عايز اغيره، هيقول لي لا يعني ايه هو اصلا 8 مش هينفع اغيره، انت عايز تغيره وتروح تغير في الابعاد التانية دي كلها، اقول له خلاص يا باشا انا اسف ارجع عنه انا مش عايزه تمام. طبعا مش هحتاج بقى ان انا اروح احط بعضي من هنا لهنا، لان انا في الاساس مشيته مع مين؟ مشيته مع الداش لاين اللي فوق، بس كل اللي هحتاجه ان انا ايه اسقط بقى ايه خط سوليد مع النقطه دي يجي هنا، وخط سوليد داني مع النقطه دي يجي هنا اهو، ده اللي هعمله، هاجي هنا كده اهو هو لقط النقطه اللي فوق، قلنا السناب بتاعه رائع اهو لقط النقطه اللي فوق، اقول له ماشي انا عايز خط سوليد هنا، واروح اطلع من الامر واخش تاني عشان ما يكملش معايا، واروح عند فين عند النقطه التانيه اللي فوق دي، اخد بالي بقى هو هنا لقط الميد بوينت، وهنا لقط، اقول له لا انا مش عايز الميد بوينت، اقرب كده شويه عشان القط النقطه اللي انا عايزها، هي دي اللي انا عايزها خلاص، واقول له ايه انا عايز لاين تاني هنا تمام، واطلع من الرسمه دي كمان او من اللاين ده كمان خلاص. هيبقى ناقص مين بقى دلوقتي؟ هيبقى ناقص البعد التالت اللي هو الاستنتاج، لو انا بستنتج يعني. طبعا البعد التالت واضح انه هيبقى حاجه تافهه جدا، مجرد ما هقوم جاي مسقط الخطوط دي كلها، اسقط دي كل الخطوط دي، وبعد كده بشوف مين منها الداش ومين منها السوليد، وبعد كده لو انا شغال بال 45 بقوم جاي اعمل 45 كده، وبعد كده اشدد عليه اللاين ده، لما يجي على 45 اقوم جاي طالع بيه لفوق، يبقى انا كده جبت الايه؟ البعد التاني، نفس الكلام هنا، اقوم جاي اشده كده يجي على 45 اقوم جاي طالع بيه لفوق، خلاص احنا مش هنعمل طبعا القصه دي هنا، كل اللي هعمله هقوم جاي اعمل ايه؟ هقوم جاي اعمل لاين المفروض ان هو يمشي مع دي كده اهو. اطمن بس انه ماشي تمام، هو مشي خلاص اقفل، اقول والله هو عباره عن يعني تقريبا كده حاجه من المنظر ده. طيب اللاين ده، اللاين ده النقطه دي لما انا ابص لها من هنا وارسم هنا هتظهر ولا هتبقى داش؟ لا هتظهر، يبقى اقول له خلاص تمام انا عايزها تيجي 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 هنا كده وتظهر تمام. النقطه دي، النقطه دي اللي هي لاين، لاين اللي هي عامله كده، الناحيه الثانيه لما اجي ابص عليها هتظهر ولا لا؟ هي موجودة بس مش هتظهر، يبقى أنا جاي أعملها لاين أهو، لاين عادي خالص ماشي، لاين لو باظ مني كده ممكن أقف عليه وأقول له إيه زي ما اتفقنا فيرتيكال. طيب لو ما ظبطش عشان هو لقط الميد بوينت شيله، استأذنكم ثواني تمام هنكمل. يبقى هقول له انا عايز لاين
اللاين ده يمشي مع النقطة دي، تمام. يروح لي هنا كده، انا عايز بس اتاكد هو لاقط الميد بوينت ولا لا. شوف خدت بالك ان هو كان لاقط الميد بوينت، وانا اخترت الميد بوينت، عشان كده ما كانش عارف يعمله افقي مع الناحية التانية. لا يبقى انا ازوم شوية، هو هيفضل ايه، هيفضل لاقط لي اللاين بادئ منين، من الناحية التانية، مش مشكلة، تمام. يبقى انا كده ماشي مكمل معاه اهو. انا عايز ابدا من هنا واروح لحد فين، وليكن لحد هنا، خلاص كده تمام. طيب اللاين ده هيبقى ظاهر ولا هيبقى داش؟ هيبقى داش. يبقى اقوم جاي واقف عليه واطلع على اللاين فورمات واقول له انت شويه بشويه بعد كده هتعمل كل الداشات دي، تعملها مره واحده وخلاص، ماشي. طيب ناقص مين؟ ناقص المفروض اتنين لاين هنا في النص كده، المفروض اللي هما اللي ماشيين مع دول، اللي هو ده وده، ماشيين كده بالشكل ده كده. خلاص هقوم جاي رايح اقول له والله انا عايز لاين وليكن من هنا لهنا، ولاين تاني، تك اسكيب وافتح اللاين تاني، وليكن من هنا لهنا. بعد كده بالدايمنشن مش هروح، اروح بقى اقول له دي كانت كذا ودي كذا. انا كل اللي عرفته في الاخر من ان البعد من هنا لهنا كام؟ 8. خلاص يبقى انا ما اقرفش نفسي بقى، هو من هنا لهنا 8، ونفس الكلام الناحية التانية، من هنا لهنا 8. خلاص تمام، وتبقى دي كده الرسمة بالنسبة لي، مفيش حاجة فيها ناقصة، هي أصلا رسمة بسيطة مفيهاش حاجة صعبة. نشوف رسمة تانية زي دي، وليكن الرسمة دي هي عبارة عن برضو تلات مساقط، في مساقطين متسقط عليهم الدايمنشنز، والتالت تقريبا متجاب بالميسنج فيو. فاللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي 3 مساقط هنرسمهم وخلاص. المسقط الاولاني قلنا شكله عامل ازاي، مثلا حاجه كده كده كده، وفي دايره هنا وخلاص. يبقى انا ببص على المنظر بس، وبعد كده بروح على السوليد وورك، تمام. ممكن ارسمهم هنا برضو، نكملهم هنا خلاص، ماشي. يبقى انا عايز، انا اللي انا فاكره من الشكل ان هو كذا كذا. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هعمل، يبقى انا هعمل حاجة عاملة كده، وليكن خلينا نشوف في صفحة تانية خلاص عشان نخسر حاجة. لا اسف انا كده فتحت بارت، E3 برضو، لوحة E3، وهنا مستنيني يعني اسقط له بارت عشان هو يجيب لي الابعاد بتاعته او يجيب لي الفيوهات بتاعته. طبعا انا برسم 2D ماليش دعوة بالبارتات. ف هاجي هنا واقول له انا عايز ارسم حاجة بالمنظر ده كده، وليكن طالعة شوية، وبعد كده مكملة ونازل ورايح قافل هنا، تمام. ده كده المنظر اللي قدامي هنا كده، هو ده. بس ناقص ان انا اعمل R10 زي ما هو باين هنا. R10 دي اعملها بأي طريقة، يعني تعملها بقى بالكيرف، بالارك، تعملها بلاين بسيركل عادية وتشيل الباقي. احنا معانا دلوقتي امر التريم، يبقى هي في دايرة هنا، ده اللي انا عارفه عنها، ومش مكملة بقى هنا، يعني مفيش حاجة هنا ولا في حاجة هنا اصلا، خلاص اهو بصينا عليها هنا كده، ولا في حاجة هنا ولا في حاجة، وفي لاين هنا كده ولاين تاني داش. يبقى انا برضه هقوم جاي اعمل لاين، اي لاين اهو، احنا متفقين ان احنا بنرسم زي ما احنا عايزين، وفي لاين تاني هنا هيتقلب داش، تمام. بص عليه بقى كده بس. بعد كده بقى بنجي فاتح ايه، سمارت دايمنشن، ونتصرف بقى مع بعض خلاص. طيب احط ال 25 الاول ولا اروح احط ال 14؟ زي ما اتفقنا احنا بنحط البعد الصغير، بعد كده اروح نحط الايه، الابعاد الكبيره. يبقى انا احط الاول ده 14، وبعد كده اروح اقول له ايه ان دي كلها 25، ماشي. يبقى راح اقول له البعد ده 14، والبعد ده كله 25. شوف هيعمل ايه معانا كده، تمام ماشي، ما فيش مشاكل. دي 14 دي 25، بس عشان الرسمه كنزه شويه فبقينا شكلها غريب. لسه هحط الابعاد الايه، الافقيه. الابعاد الافقيه انا عارف ان من هنا لهنا كده 36، من الحتة دي كده 36، من هنا لهنا.
تمام. طب هي كلها على بعضها كام؟ كلها على بعضها كام؟ 60. يبقى دي 36 ودي الباقي من ال 36، او كلها تبقى 60. يبقى الحتة دي بس كده هقول له انا عايز الحتة دي كده 36، تمام. وبعد كده طبعا احنا شايفين الدايره بقى شكلها عامل ازاي، لان الدايره هنا مش بقى مش بمقاسها الصح. الدايره دي المفروض ان مقاسها اصلا جايه من ار 10، يعني لو هي فاي، لو انا حطيتها كفاي، بس هو هنا عايزها كار. لو انا احطها كار احطها ايه؟ ار 10. لو احطها كفاي احطها فاي 20. كده اتظبطت اهي. بس مقاسها فين بقى الدايره؟ الدايره بتبعد من المنتصف بتاع الجسم اللي هو 36 ده، يعني ده 36 نصه اللي هو هيبقى 18 ولا كام؟ ماشي. المهم ان هي من هنا لحد بداية الدايرة 18. يبقى انا اجي على الدايرة واقول له بعد الدايرة دي، انا لما بمسك الدايرة عشان امسك بعدها هو بيمسك السنتر بتاعها. طب هو ماسك السنتر دلوقتي، لو رحت بقى لللاين ده يبقى هيجيب لي بعد السنتر عن اللاين ده اهو. هقول له انا عايزه يبعد 16 18، تمام. طيب ناقص بعد مين؟ ناقص البعد الكبير. احنا قلنا هنحط البعد الكبير، بس نحط البعد الكبير الاول ولا نحط من هنا لحد اللاين ده الاول؟ خلاص نشوف ايه اللي متاح. اللاين ده على بعد 13 من هنا، يعني هو ادي اللاين ده على بعد 13 من هنا، يبقى راح احطها الاول. خلاص يبقى انا اقول له من هنا لهنا 13، عشان ايه ما نزعلش من بعض ويعمل لي حاجه غريبه. خلاص. وبعد كده بقى ارجع اقول له ان من هنا لحد الاخر 60، هو كده مش هيزعل مني. خلاص 60، تمام كده. لو بعد ظبطت، ناقص بس مين؟ الخط اللي هو المايل ده. شوف الخط المايل ده ايه اللي انا عارفه عنه. اللي انا عارفه عنه ان هو طالع من هنا 8، يعني النقطه دي من هنا لهنا 8. طيب ايه تاني؟ انه تقريبا، لا مش تقريبا، هو ماشي مع السنتر، مع السنتر بتاع الدايره، يعني هو بدايته من هنا اكنها بدايه السنتر بتاع الدايره. لو الكونستراكشن لاين ده كان مكمل لفوق. خلاص. طيب يبقى اولا من النقطه دي لهنا 8، دي اول حاجه احنا متفقين عليها. خلاص. ثانيا، لو كان في سنتر لاين مكمل او طالع من النقطه دي ومكمل لفوق، كان اللاين ده بدايته من هنا هتبقى عليه. يبقى انا هعمل ايه؟ هقول له شايف البدايه دي، شايف النقطه دي، كنترول مع اللاين ده، اتكيت كنترول اتكيت على اللاين، قلت له انا عايز الاثنين يبقوا ايه؟ كوينسيدنت. كوينسيدنت يعني متطابقين على بعض. طيب هو هنا نقل لي اللاين، نقل لي الكونستراكشن لاين. هرجع تاني بالريليشن تاني، اقول له اللاين ده مع النقطه دي برضو هما ايه؟ كنترول مع النقطه دي، هما الاثنين ايه؟ كونسيدنت. هينقلها لي ايه؟ كلها على بعضها. قصه الريليشن دي لازم ابقى فاهمها، لازم اعرف استخدمها، لان هي بتوفر عليا وبتريحني من حاجات كتير. في كذا طريقه ان انا احط البعد بتاع اللاين ده، او ان انا في الاساس اعمل كونستراكشن لاين ده بعد كده ابدا منه اللاين. في كذا طريقه، بس خلينا نقول الريليشن عشان هحتاجها في شغل تاني جاي بعد كده. خلاص. طيب كده الرسمه دي خلصت كده. كده دي خلصت. ناقص بس ان انا اروح اقول له ايه؟ ان اللاين ده معلش والله كان داشت لاين، كانش لاين، سوليد بس. خلاص. بنفس الطريقه بقى هروح مين؟ هروح على البعد الثاني او الثالث، الفيو الثاني او الثالث زي ما تحب. خلاص. هروح ارسم ده وليكن. ده عامل ازاي برضو؟ عباره عن اكنه مستطيل كده، بس متاكل منه جزء من هنا، وبعد كده اللاينات الثانيه ايه؟ ساقطه من عليه. يبقى انا معايا هنا اهو، انا معايا هنا كأن في ايه؟ مستطيل ماشي كده كده كده، وبعد كده داخل شويه مكمل مع مين الشويه دي؟ مع السنتر الداش لاين اللي فوق. بعد كده نازل وقافل مع الشكل كله من هناك. خلاص. يبقى انا كده ايه؟ طبعا هو شاف كونتور زي ما اتفقنا، شاف كونتور متقفل فطلع من امر اللاين، او وقف امر اللاين وممكن يكمل بعد كده بيه. خلاص. طيب ايه المقاسات اللي عندي بقى؟ ان دي 60 طبعا، ما انا عارف ان هي 60، ان دي 35، وان الحته اللي في النص دي 14. يبقى بنفس الطريقه هكتب دي 35 اهو، هقول له دي 35، ولا اروح اقول له ان الحته اللي في النص الاول 14، اروح اقول له دي الاول 14. ماشي. دي كده 14. وبعد كده اقول له بص، شايف ده؟ انا عارف عنه ان هو عباره عن 35
وتروح منها ال14 اللي انا لسه كاتبها، والكلام ده كله مقسوم على الاثنين. خلاص يبقى هو كده عاملها لي كام؟ 10.5. دلوقتي بقى لو رحت وقلت له ده 36، هي 36 ولا 35؟ معلش انا اسف، هي كانت 35. هروح اقول له بقى ان ده كام؟ ان ده 35، ان ده كده 35. كده الكلام اتظبط اهو، خلاص من غير ما اعمل اي حاجه. طب من غير ما اروح نبص على الرسمه بقى، المفروض اللاين ده هيبقى موجود ولا لا؟ هيبقى موجود اهو، اروح اسقطه. خلاص طيب اللاين ده هيبقى موجود الناحية التانية ولا لا؟ هنا المفروض ان هو يبقى موجود، بس هيبقى موجود لحد فين؟ هيبقى موجود لحد الحتة دي، وبعد كده رايح قافل من هنا وراجع مكمل تاني هنا في الحتة دي، اللي هي الحتة دي، شايف اللاين ده واللاين ده، يعني هو اكنه لاين بس مش كامل. فانا ممكن اعمله لاين كامل، وبعد كده ابقى اروح اعمل ايه؟ اشيل منه الحتة اللي انا مش عايزها بامر الترم عادي. طيب الحته اللي جوه دي اللي هي قد ايه؟ اللي هي 18. يعني انا دلوقتي من حق اعرف الحته دي لوحدها قد ايه؟ 35 ناقص 18 بس على الاثنين. يبقى انا ممكن اقول له ايه؟ هات لي السوليد وورك هنا، اروح اقول له بص انا عايز لاين كامل، انا هشيل منه اللي انا ايه؟ اللي انا مش عايزه بعد كده اهو. هقول لي ماشي ده لاين، هقول له تمام، هقول له تعالى لي بقى كده على اللاين ده، اعمل لي لاين تاني هنا. خلاص واعمل لي لاين تاني وليكن هنا، بس في حاجة شاكك فيها اتأكد منها. انا هعمل اي لاين، انا بس حاسس لا هو ده مش فيرتيكال، ده كده هنخليه فيرتيكال ماشي، وده نفس الكلام انا حاسس مش فيرتيكال هخليه فيرتيكال. خلاص تمام، هشيل بترم الحتة الزيادة دي مش عايزها. تمام كده انا بقى عارف ايه؟ عارف ان من هنا لهنا كام؟ 35. خمسة هفتح قوس 35 وتروح منها ال 18، الكلام ده كله مقسوم على الاتنين ماشي، وعارف ان الحته دي كام؟ 18. خلاص يبقى انا كده مش محتاج انزل احط بعض تاني تحت 18 ماشي. وفي نفس الوقت هم جاي ماسك التريم وقطع بقى مين؟ قطع الحته دي اللي مش مكمله معايا من جوه ماشي. طيب هي كده رسمه خلصت، بس انا ما عملتش المجرى بتاعت مين؟ بتاعت الدايره. يبقى اروح افتح لاين واقول له بص انا عايز لاين يمشيني مع الدايره من هنا كده اهو، وليكن ده لاين كده. خلاص وهحتاج لاين تاني يمشي لي مع بدايه الدايره الناحيه التانيه من هنا برضه، لو لقيت الميد بوينت قريبه ابعد عنها. خلاص بعد كده اروح افتح مين؟ افتح امسك الاثنين لاين دول، ادي واحد واتكا كنترول وامسك الثاني، يبقى انا كده مسكت الاثنين، او جاي اروح اعملهم ايه؟ اعملهم داشت. خلاص يبقى انا كده عملت الاثنين داشت لاين مع بعض. لو انت شاكك ان اللاين ده مش فيرتيكال اقف عليه كده وقول له انا عايزه فيرتيكال، نفس الكلام هنا قول له انا عايزه فيرتيكال. خلاص تمام، ده كده البعد او ده كده الفيو التاني. في حاجه ناقصه فيه؟ ما اظنش، كده الدنيا تمام هنا ماشي. هروح بعد كده اروح اسقط مين؟ اروح اسقط الفيو التالت. هو برضه عامل ماشي ازاي؟ ماشي مع اللاين ده واللاين ده، واخد من هنا الابعاد دي اللي هي من هنا لهنا، فبرضه هم جاي مقفل مستطيل، والمستطيل ده اعمل فيه الكتفين اللي هنا دول اللي هما بتوع ده تمام، او ده وده اعملهم هنا، بعد كده الباقي من جوه هيبقى داش تمام. يعني انا شايف ان الرسم كله بعد كده هيبقى ماشي بنفس الادوات اللي احنا بنستخدمها دي في السكتش، فمش هيبقى فيه حاجه جديده، مش هيبقى فيه حاجه صعبه ان شاء الله في الباقي، وربنا ييسر برضو نكمل مع بعض لو في حاجة في رسمة تانية ولا حاجة نبقى نعمل لها فيديو تاني ان شاء الله. شكرا.